ابو تركي، ابدا معك. المباراه الشوط اول هلالي كان عظيم بكل تفاصيله، صحيح، وزي ما انت قلت عشموا الناس، ويعني ما كان احد يتوقع انه في الشوط الثاني يكون الاداء اقل من الشوط الاول. يعني الهلال عمل فلامينغو في الشوط الاول مثل ما عمل الترجي، مثل ما عمل اوراوا، سيطره، هجوم، ضغط، تقدم. الشوط الثاني فقد الفرصه. تحليل عندك؟ والله شوف، فعلا الشوط الاول يعني من شافه يعني سواء محايد او متابع الهلال يعني ما يتوقع ابدا الهلال صار الشوط الثاني. الشوط الاول كان بتناول ايديهم، كان بامكانهم يفوزون باثنين ثلاثه الشوط الاول. ابدا يعني الغى شيء اسمه فلامينغو الشوط الاول، وتسابق اللاعبين وضعت الفرص، وكنت انا اتكلم مع زملاء كنت اشوف المباراه قلت الهلال حيندم، لان الشوط الاول واضح انه ابدا الفريق الخصم متفاجئ بالهلال وبعطائه. الهلال بذل مجهود جبار الشوط الاول، الشوط الثاني ما نقول خبره وما خبره، انا ضد كلمه خذلتهم الخبره، لا، المدرب يعني دخلوا بنفس الطموح خلاص وثقوا الفريق انه حيكون استمرار الشوط الاول، لا، الفريق يظل على بطل امريكا الجنوبيه. ايش كان المفروض يسوي مدرب الهلال؟ يعني بديهيا لابد تقوي المحاور، يعني انت ظلمت ادواردو، تبغى يؤدي ادوار هجوميه ودفاعيه امام فريق مو اي فريق، كان بامكانه عطيف يلعب بجانب كولار اللي كان حقيقه جيد وبذل مجهود كبير، ولكن مهما كان الاظهره اليوم كانوا يتعاملون في الدوري المحلي، بالذات الشهراني، يعني انت امامك لعيبه خطرين، لعيبه متمرسين، كان في اندفاع يعني الشوط الثاني بدايته، وكنت خايف من الهدف المبكر وجاء الهدف المبكر. مفترض كان الفريق يلعب بهدوء، انت فايز 1-0، عبد اللطيف مش مضطر انك تفتح الملعب ابدا. اقول لك خلاص المدرب، طبعا انا احمل المسؤوليه ان نمتدح المدرب، نقول لك اليوم المدرب كان 100 على 100، لكن لما جاء الشوط الثاني مفترض انه يعطي تعليماته زي ما سوى خيسوس. خيسوس مدرب كبير كلنا نعرفه، قرا الهلال الجهه الفلانيه يعني اهداف كانها مكتوبه على صبور نفذوها، واضح انه شهران حيتقدم وانت وكذا ودافع وهاجم. لكن مشكله الهلال لما بدايه الشوط الثاني لو المدرب اوعز، طبعا لو خلاص انتهى الموضوع، لكن لو الشوط الاول كان متناولهم 2-0 وتحافظ على الشوط الثاني تطلع 2-1 تتعادل اوقات اضافيه، لكن شكل الهلال الشوط الثاني ابدا مختلف تماما، وهذا حقيقه. شوف انه يعني استهلكت طاقتهم ولا فعلا فقط المدرب هو اللي ما قرا الشوط الثاني بشكل جيد؟ طبعا في بذلوا مجهود، هي في ثقافه توزيع جهد، يعني بذلوا مجهود جبار الشوط الاول. طيب كان المفترض ان يتوجون بهدف هدفين، الشوط الثاني المدرب عرف اللي هو خصوص نقاط الضعف والاندفاع اللي معه من سالم والشهراني، وكان فيه ثقه اكثر من اللازم من كل اللعيبه. حتى كاريلو كنا تعشى مكان مراقب رقابه لصيقه، اكيد المدرب سالم الدوسه ما يعني هم مفاتيح الفوز. الشوط الثاني الاظهره يعني رجل لرجل ما اعطاهم فرصه. قوم هيزا ما كان في تمويل كره، ضيع كم فرصه الشوط الاول، الشوط الثاني ما وصلت الكره. مين عجبك في الهلال اليوم؟ والله عجبني البليهي، الى يعني خطا طبعا هذا يعني غير مقصود، لكن البليهي كان حضوره جميل جدا، والمحور كويلار البقيه انظلم البليهي يعني اداءه اليوم بال والله اداء يعني لانه قدم شوط اول كان لا اداء جميل، يعني حتى المعلق كان يقول ما عرفتك البليهي، يعني عارف اداء الشوط الاول كان عظيم. البليهي كان مثل الهلال، الشوط الاول شيء خيالي، ثقة بالنفس يعني ابهروا العالم اللي تابعوا، يعني قدموا رسالة جميلة. كنت صراحة كنت متوقع يعني هذا الأداء من الهلال؟ لا طبعا. ايش كنت متوقع؟ متوقع بصراحة يحضر الهلال يكون في كرة يستغلها مثلا كارير مفاتيح الفوز، لكنك تسيطر وتضيع فرص والفريق الخصم بدل ما هو الفريق البطل امريكا الجنوبيه ينكمش ويحاول واكثر من كورنر. سنحت الهلال ضغط اول شوط الاول، لكن اختلفت الموازين في الشوط الثاني. ايضا ما انسى ادواردو، لان ادواردو كله في مهمه زوج الشيء، يعني بذل مجهود جبار وظلم المدرب كثير. انت لا استفدت من جوفينكو ولا استفدت من ادواردو هجوميا، فانعزل جوميز الشوط الثاني تقصد؟ فكنت اتمنى وزير الطيف يتقدم ادوارد يؤدي مهامه الهجوميه ويساعد ويفكر الحصار عن لكن صار اللي صار، كثر خير. ما بعد المباراه لنا كلام ثاني، قلنا كثر خيركم، انت فزت على الترجي التونسي بطل افريقيا،
وفي المقابل يا اخي الانتر مع حظ السد القطري خسر بستة من الترجي التونسي اللي انت فايز عليه. في يعني في اشياء كثيره ايجابيه ما نغفلها انه خسرنا ولا نبالغ في الطموح. وصلنا كان الامل نوصل للنهائي وكان بايدينا، كان باقي تكة إيه، كان الامل كان باقي تكة لكن صغيره ويروح الهلال للنهائي نهائي كنا بنعيش يعني. لكن الحمد لله اللي سووه كثر خيرهم، وفتره ترى قياسيه دوري محلي اسيا منتخب يعني بذلوا مجهود جبار كثر خير. اشوى اللي ما جت بعرضه كارثه يعني. الشوط الثاني ترى كان فيه شبه انهيار، ومع ذلك كان الفريق البرازيلي يحترم ولا بالفريق انهار لياقيا تحس. حتى المعلق كان يجاري الوضع يقول لك الهلال بدنيا قبل ما تجي الاهداف، قال الهلال واضح انه بدنيا فقد نص يعني عطاءه.